طبعا الخبر كان صدمة كبيرة جدا في مصر وفي العالم كله. القصر الجمهوري اتملى بكل أصدقاء جمال عبد الناصر وكل الوزراء وكل المسؤولين. الإذاعة والتلفزيون المصري قطع البرامج العادية وبدأ يذيع القرآن الكريم استعدادا لإعلان خبر وفاة رئيس جمال عبد الناصر. أول إخوة المواطنين، السيد أمير السادات نائب رئيس الجمهورية يتحدث إليكم. فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغنى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر.